1-1 التقدم لمصلحة العربي مع مضي دقيقتين 40 ثانية على البداية. الأخضر القادم من جمعية الحمامات التونسية يحاول، وبالتالي ياسين زعتير لاعب الدائرة يتمكن من تقليص الفارق 3-2 حتى الآن. بداية سريعة لهذه المباراة، 5 أهداف بالتمام، والكين العربي يأتي في المركز الرابع بثلاثين نقطة على غرار الزعيم السداوي. الملك القطراوي يترصد في المركز السادس ب25 نقطة، وأكيد الملك القطراوي يريد أن ينهي هذه النسخة في المربع على الأقل، وسيحاول جاهدا بكل ما أوتي من قوة أن يحقق ذلك. إذا ويا لحسن حظهم مر ثلثي توقيت شوط المباراة الأول، 10 دقائق أخيرة في عمر هذه الجولة الأولى لهذه المباراة. 12-8 يتمكن القطراوية الآن من تقليص الفارق إلى 4 أهداف إذا قبل نهاية هذا الشوط الأول. فوغو بوروزان يقود هذه الهجمة إلى ريال العربي. بوروزان يبحث عن عبدالله الغامدي الأخضر، محمد أمين الأخضر إلى نزال القروي، نزال القروي إلى ياسين زعتير، وضعية مناسبة للاعب الدائرة القطراوي وينجح في تقليص الفارق إلى 3 أهداف. 26-23 الكرة عربوية. بقية المنافسين الثلاثي الذي يأتي قبله في الترتيب العام، المحاولة من محمد أمين الأخضر، التمرير والهدف يأتي من ياسين زعتير. 27-24 يتمكن ياسين زعتير من تقليص الفارق إلى 3 أهداف. نعم، والامتلاك يعود لأنه كبيرة حقيقة. الكرة تعود عربوية، العريبي إلى مددي، الخطأ على مددي تعود برمي 9 أمتار